ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموا برايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 22/7/2022. ونبدأ سعر الحديد عز الدخيلة 19400 جنيه، سعر الحديد المصريين 19270 جنيه، سعر الحديد بشاي 19400 جنيه، سعر الحديد العتال 19200 جنيه، سعر الحديد عطية 19100 جنيه، سعر الحديد سرحان 19100 جنيه، سعر حديد المراكبي 19100 جنيه، سعر حديد الكومي 19000 جنيه، سعر حديد المعادي 19000 جنيه، سعر حديد العشري 19000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فهو كالتالي: أسعار الأسمنت البرتلندي العادي، سعر أسمنت المسلح 1370، سعر أسمنت النصر 1350، سعر أسمنت الممتازة 1410 إلى 1415، سعر أسمنت الصعيد 750، سعر أسمنت وادي النيل المصري 1350 إلى 1355، سعر أسمنت المخصوص 1360، سعر أسمنت العسكري 1275، سعر أسمنت السويس 1420، سعر أسمنت حلوان 1390، سعر أسمنت مصر بني سويف 1230، سعر أسمنت السويدي 1400 جنيه، سعر أسمنت قنا المسلة 1330 جنيه، سعر أسمنت الإسكندرية الماكس 1405، سعر أسمنت العامري عادة 1370، سعر أسمنت البرج 1400، سعر أسمنت تيتان 1330 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت الأبيض فهو كالتالي: سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه، سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه، سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه، سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه ل 2550، سعر أسمنت اللوح الأبيض 2500 ل 2550. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط فوق التالي: سعر أسمنت اللوحة 1060، سعر أسمنت العمران 888 990 ل 995 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المقاوم فوق التالي: سعر أسمنت قاهر البحار 1365، سعر أسمنت سويس سي ووتر 1365، سعر أسمنت السويدي المقاوم 1380 ل 1390. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 22/7/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعملوا برايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.